عليكم خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم ان شاء الله غادي نفصل معكم واحد البودي بطريقه سهله ومبسطه بالنسبه للمبتدئات اللي عاد بداو في الخياطه واللي اول مره غادي يخيطوا ولا يفصلوا. غادي ندير معكم واحد الطريقه سهله، لا ما تحطوا العبارات. غنجيبوا بودي عندنا، عندنا شي بودي اللي كيجينا مزيان، وغادي نحطوه هكايا. هنا بعد الثوب راني دايره على أربعة، هنايا ها هو على أربعة، طويت داكشي اللي غادي يكفيني في العرض. وهذا راه هنا بقى زايد، هذا الثوب ديال البوديات. راه هاد البوديات هاد العام راهم دايرين ضجه في الانستغرام وفي اليوتيوب، والثمن ديالهم كيكون طالع، خصوصا بحال دابا هادو اللي كيكون هضره بالشبيكه في الكمام، اللي كيكون عندهم الشبيكه ولا اللي كيكون عندهم داك السلسله هنايا في الكول في القدام. راه كاينين هادوك اللي كيكون عندهم هنايا السنيسله، حتى هي دابا نصاوبو معكم ان شاء الله مور هذا. دابا غندير معكم هذا اللي بالشبيكه. ما كانش عندكم بودي في الدار كتحطوا العبارات، راني دايره معكم الطريقه كيفاش تحطوا العبارات على الثوب. ترجعوا على الفيديوهات نتوما تلقاوه كيفاش تقسموا العبار، كيفاش تشدوا العبار هكا وتقسموه وتحطوه على الثوب. دابا نخلي لكم في صندوق الوصف. هنا غادي نقادو هذا البودي، هذا هو طوين على أربعة، والثوب هنا عندي على أربعة حتى هو. هاد الطريقه هذه راه كنديرها مع خواتاتي هكا اللي ما عمرهم خيطوا، كنحاول ندير معاهم شي حاجه اللي ساهله ومبسطه، يخيطوا راسهم هاد البوديات. راه كيطيحوا رخاصين الا خديتي الثوب، طيح عليك بواحد 30 درهم ولا 35. صافي قديت انا هنا الثوب. هاد الزرق راه غنزيد على هذا واحد جوج ديال السنتيم على حساب الثوب. هذا راه كيتيري بزاف، كيتيري بزاف على هذا، حتى هذا كيتيري، ولكن هذا كيتيري اكثر منه. داكشي علاش غادي نزيد على هذا جوج سنتيم. الا كان الثوب هذا اللي غنفصل عليه ما كيتيريش، راه كنزيد اكثر من جوج سنتيم. كان كيتيري وبجوجهم كيتيري نفس القياس اللي كيتيري فيه هذا، كيتيري هذا ما نزيدش، هذا كيتيري اكثر من هذا. داكشي علاش غنزيد لها جوج سنتيم. صافي انا قديتو دابا من هنا حتى هو مقاد جهه الكتاف. دابا غنجيب الطباشير وغادي نطراسي هنا الكتاف، غنهبط هكايا، غنطلع واحد سنتيم ديال الخياطة. وغنجي لهنايا غندير واحد ستة ديال السنتيم، ما كانش السنتيم راه ما كنديرش، كندير غير واحد ربعة ديال السبعان هكايا ونطراسي. صافي وندور هكايا، نهبط هنا واحد جوج سبعان. صافي هذه هي الطريقه. كما شفتوا هنا راني طلعت واحد السنتيم على الكحل، هذا السنتيم هذا هو ديال الخياطه اللي غندخلو فيها في الكتاف. هنا التركيز عاود كنقادو، كنقاد التركيز ديالي بهذه الطريقه هذه، وكنحط صبعي هنايا ونقلب هذا الكم هكا. صافي غنبعدو شويه على الخياطه ديال هذا. شتي الخياطه ديال هذا فين جايه؟ راه جايه بعيده، جايه هنايا. غنبعدو شي شويه واحد السنتيم ديال الخياطه. صافي ونهبط هكايا، نزيد واحد جوج سنتيم اللي قلت لكم. هاد البودي هذا راه طويل، راه كيجي هابط طويل، ولا كيجي بحال شكل كسيوه. البودي كيكون فيه 60 سنتيم، 62 على حسب الطول ديال هذا. راه طويل مولاتو بغاتو طويل، هذا راه فيه 82 في الطول. كيكون البودي حد هنا كيتلبس مع سريولات ومونطو هكا من الفوق، ديري عليه مونطو، ديري عليه اي حاجه، ديريه تحت جلابه، تحت كسوه، فهاد البرد كيجيو زوينين. دابا غادي نحيد البودي هذا الفوقاني.
صافي هذا هو الطراساج ديالي. شتي الخياطه ديال الاخر الكحل فيه كانت، انا خليت هذا السنتيم هذا ديال الخياطه باش غادي ندخل فيه هنا التركيب. دابا غنحيد هذا الظهر، غنحيدو هنا راه غنهبط واحد هكا واحد ثلاثة ديال السبعان، ولا الا عندك سنتيم غديري بالسنتيم هكا تهبطي واحد الخمسة ديال السنتيم، ما عندكش غديري غير هكا راه ساهل هذا. صافي ندور هكايا، هذا ديال الامام. دابا غندوز نجيب التوب باش نحط الكمام. هنايا راه طويت التوب على ربعة قديتو ديالكم، غادي نجيب هذا وغنحطو هكا يعني. هذا هي الدورة ديال التركيز، غنجيبها نحطها بهاد الطريقة. هاد الجهة هادي هي التحتانية اللي غتكون هنايا خياطة الجن، وهذا الكتف، هاد الكتف كنحطو من هاد الجهة اللي مسدودة من هنايا، وغادي نخرجو من هنا واحد جوج سنتيم. هاد جوج سنتيم هي ديال الشبكة اللي غادي نزيد، الشبكة تكون فيها واحد ربعة ديال السنتيم ولا ثلاثة في العرض على حسب، انا مازال مخديتهاش، كتكون فيها ربعة ثلاثة، كاينة حتى كتكون فيها حتى الخمسة هكايا. وغادي نطراسي صافي. دابا طراسي التركيز ديالي، وغنجيب باش نحط الطول ديال هذا ديال الكم، غنجيب البودي نحطو هكايا. كما قلت لكم هاد التوب هذا راه ما كيتيريش بزاف بحال هذا، غنزيد عليه واحد جوج سنتيم. وهنا غادي نزيد واحد سنتيم ديال الخياطه. صافي هذا هو الكم ديالي، هذا راه غيتحلو من هنايا باش غنلصق الشبكه، غندير له هكايا من هنا نخليه ونشد هكا بيدي باش ما يتزعزع. صافي هذا هو الكم ديالي، دابا غندوز نصاوب له الكول. هذا الكول هذا هنا راه عندي التوب على ربعة كما شفتوا، ها هو هذا راه هنا على جوج، ونولي نطوي هكا يولي عندي على ربعة. غندير في الطول ديالو 20، الطول ديالو 20 بالخياطة بكلشي غندير 20، في العرض ديالو غندير 6 ديال السنتيم. صافي هذا هو الكول ديالي ديال البودي، غندير له هكا. صافي هذا هو البودي ديالنا، ان شاء الله نشري له الشبيكه ونوريكم الطريقه ديال الخياطه ديالو. نتمنى تكون الطريقه سهله ومبسطه، وما تنساوش تدعمونا. دابا غادي نخيطوا هذا البودي ان شاء الله اللي فصلت معاكم. كما شفتوا هنا راه ما لقيتش داك الدونطيل اللي في هذا القياس، هذا راه كيكون عنده هذا التشنيف من جوج جهات، كنت باغا بحال هذا زعما، لقيتش في هذا اللون اللي بغيت في هذا البلوماري ما لقيتش فيه، لقيت غير هذا العريض هذا وقسمته على جوج، راه كان هكا ملاصق كان عريض وقسمته في النص، وغادي نصاوبه في الكمام. غتجي جهه وحده يجي تشني في هذا خارج على برا، وهاد الجهه هذه اللي قطعت منها غادي نخيطها لداخل مع البودي. دابا غنشد طرف واحد اللي قسمت، غنحيد واحد
هنايا غادي نجي لهنا من الفوق من جهه التركيز ولا من التحت منين ما بديت هو هذاك صافي. ونشد هكايا الشبكه نقادها مع البودي، راه خديت القياس ديال الطول ديال الكم وغادي ندوز عليه بالخياطه. برا خيطنا جهه وحده هنا حتى ندوز لها السورجي هذا الشيء هذا، غنجيب الجهه الثانيه غنحطو هكا. هذا هو التركيز ديالي من هنا، غادي نجيب هذه الجهه هذه وغنلحقها هكا يعني من فوق، غندخلها واحد السنتيم من الداخل هنايا ونشد بالبانكات وندوز عليها بالخياطة. هكا نمشي معاه كله بالبانكات باش غندوز هنا بالخياطة من الفوق نقاد هاد البلاصة هادي هكايا وندوز من هنا من الفوق بالخياطة باش يبقى ليا التشنيف باين. أنا راه شديت بالبانكة وغندوز عليها بالخياطة، ومن كيكون كيتيري ضروري نجبدو في الخياطه باش ماشي من يتلبس ما يبقاش يتلصق في داك الخياطه ديالي. هذه هي الشبيكه ديالي، كتجي من هذه الجهه مشنفه وهذه الجهه راه كتجي داخله لداخل صافي. هذا هو الكم ديالي، غنصاوب لكم الثاني بنفس الطريقه ونولي نرجع نلاقي معكم نمونطيه معكم. هنا راه مونطيت الكتاب بالسورجي، دوزت لهم السورجي، درت الوجه عند الوجه ودوزت لهم السورجي، دابا غنعاودهم بالخياطه. صافي غادي نقلب هكايا ونجيب الكم ديالي غادي نحدد هذا هو النص ديالو غنحطو هنا على الخياطة. هاد المنتصف ديال الشبكة هنايا غنحطها هنايا على هاد البلاصة ديال الخياطة وندوز بالخياط. غادي نشد انا الكم مع الكم مع التركيز وندوز عليه الخياطه. دابا منطيت الكمام راه سقتهم بجوج، غنصاوب الكول ديالي. هذا هو الكول، هذا الطول ديالو، غادي نجيب هاد الجهه ونطويها لعند هاد الجهه هادي وندوز عليها بالخياطه من هنايا. غنجي لهاد الخياطه هادي غنحلها ويا هكا دا الكول ديالي. غادي نجي هنا، هذا هو الوجه ديال القبط، غادي نطويها هذا نقلبو عليه هكا باش تجيني الخياطه من الداخل. غندير هاد الخياطه هذه اللي عندي هنايا غنديرها قبالت هاد الخياطه ديال الكتف ها هي.
صافي نشد هنا بالبانكو غادي نشد هكا في النص هذا الكول ديالي غنشدو في النص وهذه هي الجهه ديال الامام راه كتكون هابطه على ديال الخلف غنشد هكا ونزيد فيها واحد جوج سنتيم غنزيدها في ديال الامام غنقصها من الدوره ديال الخلف هذه ديال الخلف هذه هي ديال الامام وهذه ديال الخلف عندي هنا هذا هو المنتصف ديالو هنايا فين شاده انا بيدي غادي نخلي هنايا هذه النقطه هذه وغندخل لداخل بواحد جوج سنتيم غادي نزيدها في الامام باش كتجي الامام هابطه على الخلف صافي انا شديت تما غنبقى شاده ونديرها هنايا مع الخياطه ديال الكتف عاود الجهه الثانيه ونشد بالبانك صافي دابا غندوز بالخياطه ديالي نشد الكول هذا قطع بجوج ونشد معاهم الكول ديالي هو هذا صافي دابا راه دورت الخياطه ديالي هنا غندوز السورجي هذا هو الكول ديالي كما شفتوا شتي كي كيجي هابط هذا قدامي راه كيجي هابط على ديال الخلف كيجي ديال الخلف طالع وهذا هابط داك جوج سنتيم اللي كنزيدو هنايا هذا هو الكول ديالي دابا غادي نمونطي من الجناب بالسورجي غادي نقلب هكا لكم ونمونطي الجناب كاملين نولي نرجع نصاوب معكم لوغلي ديال الكمام وديال الدوره من التحت دابا غادي مونطيتها بالسورجي الجناب وغنعاود بالماكينه راه كملت البودي بقى لي غير لوغلي ديال هادو ديال الجلايل من التحت غادي نطوي هكا سنتيم سنتيم وندوز على هاد السورجي هذا ديالي ساهله الطريقه ديال الخياطه وهنا راه درت لها لوغلي درت له لوغلي في الكمام هادو هما الكميمات ديالنا راه كيجيو مجموعين كيجيو مزيرين على اليد نتمنى تكون عجبتكم الفكره والطريقه الا بغيتوا حويجات بحال هكا ساهلين وبساطين في الفصاله والخياطه خليوا لي التعاليق ديالكم ان شاء الله نصاوب معكم اي حويجه طلبتوها مني نصاوبها معكم والسلام عليكم ورحمه الله.